بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده مثال على المانومترات في فلويد ميكانكس 1. هقراه لك واوضح لك الفكره بتاعته، ومش شرط يعني ان يكون عندك في الشيت عشان انك تفهمه. اسمع فكرته، عشان فكره على فكره الموضوع يبقى منتهي ويا فكرتها كويسه ان شاء الله. ان ذا شنفجر ذا اتموسفيريك بريشر ات ووتر سيرفيس از 740 ملم مركوري، السبيسيفيك جرافيتي الخاصه بالمركوري 13.6. يعني ايه؟ في الشكل الموضح ده بيقول لك ان الضغط الجوي على سطح الوتر على سطح الوتر، تمام، او على سطح المحيط، مديك الضغط الجوي عليه ب 740 ملم ايه مركوري، تمام. هو ذا بريشر وذن سبمارين از ميجرد باي مركوري بارامتر ريدز 84 من 100 ايه متر مركوري. يعني بيقول لك ان الضغط داخل الغواصه، تمام، الضغط انسايد سبمارين مقاسا بالبارامتر، تمام. طول الانبوب بتاع البارامتر اللي هستخدمه عشان اقيس بيه الضغط داخل الغواصه ارتفاع الانبوب ده ب 84 ايه متر. If the reading of the mercury manometer reads 4 متر از شون ان ذا فيجر، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك ان المانومتر اللي هو هستخدمه عشان اقيس بيه فرق الضغط اللي هو موجود داخل الغواصه، الارتفاع بتاع المركوري بعد ما حصل ضغط خارجي بالنسبه للميه وضغط جوه المانومتر، فالارتفاع بتاع المركوري اصبح ان كان كام؟ 4 متر، تمام. المطلوب ديترمان ذا ديبث اوف ذا سبمارين واي فروم ذا ووتر سيرفيس، المطلوب منك انك تحدد عمق الغواصه من الميه، تمام. عاوزين نحدد الواي، العمق ده عاوزين نحدده من سطح الميه لحد الايه الغواصه. وقال لك اسيوم ذا سبيسيفيك ويت اوف سي ووتر از 10 كيلو نيوتن لكل متر ايه تكعيب. قال لك ان السبيسيفيك ويت الخاصه بالميه بتاعت السي ووتر الموجوده هنا ب 10 كيلو نيوتن لكل متر ايه مكعب، تمام. لما اجي احولها، لو انا هعوض شغله كله، لو انا هخليه نيوتن، يبقى هضربها في 1000 عشان تبقى نيوتن لكل متر ايه مكعب. فهوضحها لك على الورقه ان شاء الله، ولو في اي ملحوظات هتلاقيها على الورقه. وخلي بالك اتفرج لنهايه الفيديو عشان ايه في حاجات مفيده ان شاء الله تفيدك باذن الله، تمام كده. انا دلوقتي لمثل هذه النوعيات من المسائل، تمام، اول حاجه هنظر ليها عشان اجيب الارتفاع واي ده عشان احدد له عمق الغواصه من الميه، تمام. اول حاجه هبص هلاقيه ان انا عندي الضغط الجوي على سطح الميه مديهولنا ب 740 ملم ايه زئبق، كلام كويس. قال لنا ان سي ووتر السبيسيفيك ويت مديهولنا، تمام، بكام؟ ب 10 كيلو ايه نيوتن. عشان احولها للنيوتن هضربها في 1000 تبقى بكام؟ تبقى ب 10000، كلام كويس. او ممكن ما يدهلناش، هي معروفه ب 10 واحد ايه، لو ما ادهلناش نعوض ب 10 واحد كيلو نيوتن، كلام كويس. تاني حاجه بعد كده انا عاوز اقيس ضغط الهواء داخل السبمارين. وقال لي انت عندك باروميتر هيستخدم لقياس ضغط الهواء داخل الايه الغواصه، كلام كويس. يعني انا هحدد ضغط الهواء انسايد سبمارين من خلاله ازاي؟ بحدد على سطح الوعاء ده نقطتين اتنين، يعني مثلا هنا نقطه اسمها ايه، مثلا هنا مثلا ديت نقطه اسمها ايه، النقطه ايه دي اسمها ايه مثلا، والنقطه ديت هسميها بي، النقطة ديت هسميها بي، تمام، كلام كويس قوي. والنقطة بي ديت الضغط فيها او الضغط عليها هو الضغط الايه الجو. فهتلاقي ان البي ايه الضغط عند ايه اللي هو الضغط اللي هو يعتبر ضغط عمود الزئبق بيساوي الضغط عند بي، تمام، بيساوي بعض ليه؟ على نفس الليفل.
يعني الاتنين على مستوى ايه، افقي ايه، واحد. كلام كويس. يعني انا مثلا في النقطة ديت عندي البي ايه بتساوي البي ايه بي، تمام. ده ضغط ايه، جو، تمام. وبالمناسبة ده فراغ، الضغط في ايه، بصفر. كلام كويس. خلاصة هتلاقي ان ضغط الهواء هنا، ضغط الهواء هنا بيساوي الجاما زئبق، الجاما زئبق، تمام، في الارتفاع اللي هو 84 ايه من 100 ده. كلام كويس. لو انا جيت احدد الضغط، تمام، اللي هو فاصل بين سائلين هيمر هناك بنفس السائل، تمام، دي مركري. كلام كويس. انا عندي الضغط عند واحد بيساوي الضغط عند اتنين. كلام عظيم. البي واحد هنا بتساوي ايه؟ مش بتساوي البي اتموسفير اللي هو بتساوي الضغط الجوي، تمام، زائد الجاما سي ووتر، تمام، الجاما ديت مضروبة في الارتفاع بتاعها، الارتفاع بتاعها اللي هو الهون، اللي هو الواي زائد الاتنين من عشرة ديت. كلام كويس اوي. يبقى ديت جبت الضغط واحد. كلام عظيم. البي اتنين عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاربعة من عشرة اللي هو الارتفاع ده، اللي هو بايه، باربعة من عشرة. الارتفاع ده مدولنا باربعة من عشرة ايه، اهو هنا اهو الارتفاع ده باربعة من عشرة. كلام كويس. مضروب في الجاما ايه، زئبق، مضروب في الجاما زئبق، زائد الضغط اللي انا قيسته بتاع الهواء داخل الغواصة ده، اللي هو بيقابلني في النقطة ايه ديت، اللي هو عبارة عن 84 من 100 في الجاما زئبق. وده الكلام اللي انا قلت لك عليه، لسه قايل لك عليه بالظبط، تمام. وما تنساش ان 84 في الجاما زئبق ديت اللي احنا قسناها بالباراميتر، اللي تعتبر ابسولوت اير بريشر انسايد سبمارين، تمام، اللي هو ضغط الهواء المطلق داخل الايه، الغواصة ايه ديت. كلام كويس. بتظبط بقى لحد ما في النهاية بتوصل للايه، للطول. يبقى انا كده حددت له عمق الغواصة من سطح الايه، من سطح المية. بس انا برضه قبل ما اقفل الفيديو ده عاوز ان اقول لك على طريقة سهلة واسرع في بعض الحالات ممكن انك تستخدمها في حل اي مانوميتر، تمام، اللي هي القاعدة. انت كده تبقى انت طالع ايه، الضغط بيقل فبالتالي بتطرح، تمام، وقاعدة لو انت نازل، تمام، بتجمع. ليه؟ انت نازل الضغط بيزيد فبالتالي بايه، بنجمع. بمعنى لو بدأنا مثلا من الشمال لليمين، تمام، يبقى انا عندي اول حاجة البي اتموسفير، تمام، هيقابلنا مين تاني؟ انا نازل الضغط هيزيد، يبقى زائد الجاما سي ووتر، تمام، في الارتفاع عن ارتفاع ادي الواي، تمام، السيوتر لحد ايه، لحد الاتنين من عشرة ديت، يبقى الواي زائد الاتنين من عشرة، تمام. كويس اوي. بعد كده هيقابلني ايه، هيقابلني السطح الفاصل، والسطح الفاصل ده عبارة عن السطح اللي بيفصل بين اي وسطين مختلفين او سائلين مختلفين، تمام، وبيمر الناحية التانية بنفس الايه، السائل اللي فصل من عنده ايه ده، تمام، يعني بيكون بيمر هذا السطح بنفس السائل او المائع زي ما احنا شايفين كده. بعد ما وصلت انا لحد هنا، بعد انا ما وصلت هنا بستخدم الدتم ده، همر من عليه، فايدته ان همر كده من عليه، تمام. اول ما وصلت للاتنين المائع بقى فوق، الميركوري بقى فوق، تمام، هحتاج ان اطلع، بدل هطلع لفوق يبقى انا ايه، هطرح، يبقى جاما زئبق، تمام، في الارتفاع اللي هو اربعة من ايه، من عشرة ده، تمام، بتساوي الضغط اللي هو هنا، اللي هو البي ايه، اللي هو البي ايه، اللي هو يعتبر الضغط اللي هو ضغط الهواء داخل ايه، سبمارين. كلام كويس. وتعود عادي، تمام، وده بتعود عنهم بقيامهم، وبترجع تقضيهم باشارات مختلفة، هيوصل لك برضو نفس النتيجة، وتطلع الواي ايه، ما فيهاش اي مشكلة
الطريقة دي برضه.